تعالى في الاختبار الحقيقي يا كابتن بلال، يا كابتن شريف، يا كابتن ماهر، يا كابتن عادل، والحاله المهمه في الدقيقه 8. ما انا بقول لك النهارده لو الاهلي ما كسبش، لا هنا ركله جزاء واضحه جدا 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 لامام عاشور. شوف المسلوسي وخلي بالك من القدم اليمنى المسلوسي، وشوف امام عاشور هنا عمل ايه، سند وايه اللي حصل. شوف الرجل الشمال او القدم رايحه فين. بص يا كابتن، بس ايوه بس بنالتي كابتن، حاله ولا فيها تمثيل من امام ولا امام اللي ودى رجليه للمسلوسي. ده هنا امام سند رجل المسلوسي اللي راحت له، بس خلاص هنا هو ما شافش تفاصيلها. وهنا انا بلوم على الفار، كان لابد من حكم الفار تدخل. ركله جزاء صحيحه لامام عاشور فين؟ في الدقيقه 8 من الشوط الاول يا كابتن اسامه، لم تحتسب. لو الكره في الكره تحت رجله في حوزته بس ده بقى كابتن ناصر من الاخطاء المؤثره، يعني ركله جزاء خطا مؤثر. كابتن اسامه انا قلت لولا النتيجه 2-0 تعالى النهارده لو النادي الاهلي مثلا ما كسبش، لا هنا خطا جزاء مؤثر كبير بركله جزاء صحيحه لم تحتسب، اثر على نتيجه المباراه بالظبط كده. يبقى اذا هنا عندنا حاله مهمه من الحالات المهمه لم تحتسب ركله جزاء، وللاسف هنا الفار لم يتدخل. اذا النهارده النادي الاهلي حرم من ركله الجزاء في الدقيقه صحيحه لامام في الدقيقه 8 في عمر المباراه. هنا انا بعيب عليه في حاجه واحده بس يا كابتن بلال، لما تضغط نفسك قوي 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 مش هتشوف. لما تبقى قريب قوي 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 هنا في المسك هنا بالايد الشمال، ماسك بالايد هي بره، انا معاك ان هي خارج منطقه الجزاء يا كابتن عادل. شوف الحاله دي مهمه جدا، ممكن الفار ما اداش عشان كده يا كابتن ناصر، ما هو ما تدخلش طالما الخطا مش داخل الصندوق. تمام، ولكن المخالفه هنا بص، هنا الشحات بيعدي كابتن شريف، لو من جوه كان اداه بنالتي. تمام، لو جوه كان الفار كان جابه. ولكن انا شايف ان هنا مخالفه موجوده لم تحتسب ايضا على الرغم الحكم كان قريب واشار. لو الكره دي اتردد يا كابتن وراحت علينا جول يرجع للفار، الفار يرجعك ليه؟ لان في مخالفه تسبق الهدف. وده اللي احنا بنقوله دايما في قناه الاهلي، والنادي الاهلي كله عارف هذا الكلام يا كابتن شريف. حاله مسك لم تحتسب. تعال نروح للحاله اللي جايه هنا، والفار خد فيها وقت كتير جدا يا كابتن بلال. بس انا مش عارف ليه، مش محتاجه خالص واضح. مش محتاجه خالص. شوف هنا الشحات هنا حتى الايد، لو هنفترض جدلا ان ليه جت في الكره جت في الايد يا كابتن، جت في رجله الاول بس خدتها في جسمه. لو نفترض شوف هنا حتى الايد خش كده كمان، شوف هنا الايد بره، عشان الفار هنا لما شايك يا كابتن عادل عمل ايه؟ تاكد تماما ان اليد كانت خارج منطقه الجزاء. خلي بالك الكره بتصطدم بالجسم وبتروح فين يا كابتن؟ على تحت الايد، ما راحتش في الايد المفروضه، ده راحت تحت الايد القبط اللي لاعب الشحات، وبالتالي ما فيش مخالفه. وما كانش في داعي ابدا الفار يقعد فتره طويله في هذه الحاله اللي انا اعتقد فيها حاله سهله من ناحيه الفار. هنا مفيش مخالفه وكان القرار قرار سليم الحكم، ولكن تاخر الفار كان عامل مشكله. تعالى من الحالات المهمه جدا جدا، وانا لابد النهارده ناخد قرار في هذه الحاله. كابتن، مباراه مهمه زي ديت لما يبقى في المهاجم هنا بيلف عشان يستحوذ وياخد حاجه مش من حقه. نشوف هنا الجزيري هنا لاعب طبعا ذكي، وطبعا كل لاعب ليه رؤيته، ولكن هنا مفيش من رامي ربيعه خالص. يعني هو توقع، هو بيتوقع يا ماهر، بص بيتوقع ان المدافع هيلمس، وبالتالي ايه ساعة ما بص يا دوبك وعمل السكوت الغريب قوي قوي قوي. طبعا هنا الحكم امر باستمرار اللعب، وهنا لا توجد مخالفه داخل الصندوق. ووضع يا كابتن وضع الحكم في مكان شايف اللعبه، ما هو دوت اللي انا بستغرب له. في ثلاث حالات هو كان قريب جدا جدا ومع ذلك ما شافش الحادثه يا كابتن اسامه. دايما بنقول نصيحه للحكام يا كابتن، ما تبقاش انت قافل الزاويه قوي وتبقى مضغوط عشان خاطر ممكن ما تشوفش، تدي نفسك زاويه رؤيه كويسه بالظبط. تعال نروح للحلقه اللي بعد كده المهمه،